انت كذبت على الناس وكذبت على حالك، والان عم ترجع بتعمل مظلوميات لانه انتقل الموضوع للشيخ مصطفى العدوي. قاعد وصلوا للناس انه ده بيكذب عليك، وهذا غير صحيح. طلع الشيخ محمد بن شمس الدين وقال انك طعنت في والده. لما انت بتطعن بوالده وتقول له انت لست محمد ابن شمس الدين، لك هو ابن مين؟ ابن الجيران مثلا؟ اعوذ بالله. تطعن مين؟ تطعن بوالده. فليش عم تكذب على الناس؟ ليش عم تطلع انت ومن معك اللي عم يشد على ايدك بتطلع بتكذب على الناس؟ وهذا قد كذب على مصطفى العدوي. لا، ما كذب على الشيخ مصطفى العدوي ابدا، انما طلع ونقل له الحقيقه. ولا لانه انتقلت للشيخ مصطفى العدوي قاعد بتكذب؟ المقطع امامك. اترك عنك الشخصنة، اترك الاهل، اترك الاخت، اترك الام، اترك عنك الشخصنة. عيب، عيب انك تحكي فيه الشخصنة والاهلية، عيب. والله العظيم لو طلع البسبوب بتاعه او طلع الهوية بتاعته مكتوب فيها محمد بن شمس الدين انا اعتذر له.